من الأحداث المهمة برضو النهاردة كان حلف اليمين أو أداء اليمين من رؤساء الهيئات القضائية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحاد. النهاردة كان في اتنين، رئيس محكمة النقض المستشار عبد الله أمين محمود عسر، وهو رئيس مجلس القضايا الأعلى أيضا، وأدى اليمين كذلك المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي كرئيس لهيئة النيابة الإدارية. عايز أقول لحضراتكم لازم نبقى عارفين مين يعني وهقول لحضراتكم هذا التعيين يعني طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. تعرفين أنه طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة تم تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، انه بيتم اختيارهم من 7 مرشحين بترفع اسمائهم للرئيس. عندنا النهاردة 2، مستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلى، وعايز اقول لحضراتكم هو مين لانه احنا بنبقى محتاجين نعرف الناس اللي على رأس الهيئات القضائية في مصر. المستشار عبد الله عصر هو يعني حصل على ليسانس الحقوق في جامعة عين شمس سنة 73 بتقدير جيد جدا. عين معاونا للنيابة في ديسمبر من العام نفسه، وتدرج في وظائفها حتى عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أكتوبر 1981، ثم رئيسا للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي، ثم محاميا عاما بالنيابة العامة عام 1990. رشح المستشار عصر للعمل قاضيا بمحكمة النقض عام 94، ثم عين نائبا لها عام 1996، وانتدب للعمل رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2015، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة. انتدب المستشار عصر أيضا عضوا بمجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة لمدة 2، ثم تمت إعارته نائبا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة 6 سنوات، ورئيسا لدائرة محكمة القيم بالنقض. المستشار عصام الدين المنشاوي ورئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس أيضا، يعني الاثنين المستشارين النهاردة من خريجي جامعة عين شمس. ده كان سنة 73 مستشار المنشاوي. التحق بالنيابة الإدارية عام 75 متدرجا في مناصبها المختلفة، تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية منها مدير لنيابات المنصورة وبلبيس والزقازيق وطنطا، ووكيل للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم مدير لمكتب فني الجيزة. وفي يوليو 2018 تم اختياره مديرا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص و التحقيقات. فاحنا قدام النهارده 2 ادوا اليمين امام الرئيس، واعتقد انه خلال الايام القادمه هيتم الاعلان عن رؤساء الهيئات القضائيه الاخرى ويقوموا بدورهم بحلف اليمين امام الرئيس. وعايز انبه حضراتكم انه ده الاختيار تم طبقا للتعديلات الدستوريه الاخيره.